امال واحلام جماهير اثنين من اكبر الانديه العربيه والافريقيه معلقه بالمواجهه المرتقبه بين الاهلي والوداد يوم السبت القادم. الحقيقه يمكن زي ما قلت لحضراتكم مواجهه من العيار الثقيل، ومش اول مره الحقيقه، في تاريخ طويل من المواجهات بيجمع بين الاهلي والوداد في لقاءات بتوصف دايما بانها لقاءات ناريه. المواجهه بعيون مغربيه هتكون من خلال لقائنا مع كابتن حسن بن عبيشه نجم نادي الوداد والمنتخب المغربي واحد النجوم المغربيه اللي حصلت على دوري ابطال افريقيا سنه 92، ضفنا من خلال الفيديو كونفرنس. كابتن حسن مساء الخير واهلا بيك. مساء الخير وشكرا، وانا جد مسرور بوجود معكم في مع نادي من اكبر الانديه الافريقيه، وشكرا على الاستضافه. كابتن حسن خليني في البداية أتكلم معاك عن مواجهة يوم السبت، وأعتقد أنه لا حديث في مصر أو في المغرب سوى عن مباراتي طبعا قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا. بنتكلم على مواجهة مصرية مغربية خالصة، الأهلي بيلعب مع الوداد، يليها لقاء الزمالك مع الرجاء. إزاي بتشوف، هتكلم طبعا على الماتش اللي يهمنا، ماتش أو مباراة الأهلي والوداد، كيف ترى هذه المباراة من حيث الظروف والمقدمات التي سبقتها؟ عندنا الأهلي حسم بطولة الدوري البطولة المحلية، في حين أنه رجاء الوداد لم يتمكن من ذلك. إزاي بتشوف استعداد كل فرقة لهذا اللقاء؟ كان ضمن طبق كروي من أحسن ما يكون، لأنه جوج الأكبر الأندية المصرية ضد جوج ديال الأندية في المغرب، رجاء والوداد وكذلك الزمالك والأهلي. وكنظن بالنسبة للأهلي والوداد مش أول مرة غيتقابلوا، لأنهم في 6 سنوات كنظن بأنهم تقابلوا أكثر من 3 مرات، ولكن في النهاية وفي 2017 واليوم في نصف النهائي، فكنظن بأنه ما غاديش يكون بنفس الحدة في ك2017، لانه بدون جمهور، فكنظن بان مقابله بدون جمهور كيكون الطعم ديالها اقل، ولكن كيبقى ديما نادي الاهلي كنظن كان من الانديه الكبيره اللي كانت تعرفها الساحه الافريقيه، كانت مسيطره على 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 الكؤوس الافريقيه في اكثر من 10 سنوات، ومن بعد جا واحد فتره فراغ، ومن بعد كنظن هذه 5 سنوات أو 6 أرجع يمكن الأهلي المكانة ديالو، ولكن ماشي بديك القوة اللي كانت هذه 10 سنوات، ولكن على الأقل كيدوز الدور الأول وكينهزم إما في النهائي ولا في نصف النهائي في 5 أو 6 سنوات، ولكن كيبقى ديما الأهلي بالعناصر ديالو كيبقى ديما نادي فريق مخيف للجميع الأندية الإفريقية. وكنظن بانه مع الوداد فاللاعبين جميع اللاعبين كيعرفوا بعضياتهم، فكنظن بانه الاهلي اللاعبين اللي كانوا نعم